كل هؤلاء الحجاج من كل الدول، دول احيانا احسن جو من مكه وطبيعتها خضراء وشلالات وعنده زوجته وابنائه وعمله، ما الذي جعله يترك كل هذا وياتي الى واد غير ذي زرع، ياتي الى مكان يجد فيه تعبا ومشقه وينفق مالا لاجل الوصول اليه، ما الذي جاء بهم؟ هل فقط الحج موجود فقط في امتنا؟ ام ان الامم الاخرى ايضا عندهم شيء اسمه حج؟ طيب لماذا فرضه الله على كل الامم؟ يعني هل هو فقط نحن الذين حججنا الى هذا البيت العظيم، ام ان هودا وصالح وشعيبا وابراهيم قبلهم كلهم قد حجوا الى هذا البيت العظيم؟ النبي عليه الصلاه والسلام يا اخواني لما مر بوادي الازرق في حجه قال لاصحابه: ما هذا الوادي؟ قالوا: هذا وادي الازرق. فقال عليه الصلاه والسلام: كأني أرى أخي موسى عند هذا الوادي له جؤار بالتكبير والتلبية. إذن موسى حج. ولما مر عليه الصلاة والسلام بثنية من الثنايا قال: ما هذه الثنية؟ جبل صغير. قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عند هذه الثنية له على ناقة حمراء خطامها ليف له جؤار بالتكبير. إذن يونس حج، جاء من العراق، وموسى جاء من مصر. طيب عجيب، ما الذي جاء بهم؟ هود وصالح، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حجوا إلى البيت الحرام، بل عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان سوف يحج إلى هذا البيت الحرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ليحجن هذا البيت وليعتمرن إليه بعد نزول عيسى بن مريم. ما الذي جاء بهم جميعا؟ ليش شرع الحج أصلا؟ هل المسألة يا جماعة فقط الواحد طالع نزهة يرمي الجمرات ويصور لكم صورة في الحج ويرجع وحجينا؟ إيش الغاية أصلا من الحج؟ إيش الحج المبرور الذي كل هؤلاء الحجاج جاءوا لأجله؟ لو تسأل أي حاج تقول له: إيش تتمنى يكون حجك؟ قال: والله أتمنى أن يكون حجي حجا مبرورا. طيب هو يدري إيش معنى الحج المبرور أصلا؟ الحج المبرور يا إخواني هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، هذا باختصار. إذا صار حالك بعد الحج أحسن من حالك قبل الحج أنت حجك مبرور. ولذلك الحج ترى لا يتعامل مع الجسد، الحج يتعامل مع القلب. أول آية في سورة الحج اسمها سورة حج، أول آية قال الله تعالى فيها: يا أيها الناس ها حجوا اعتمروا، ما هي اسمها سورة حج. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم. عجيب، طيب يا ربي الحج ما جاء الكلام عن الحج، صفحتين تمر وكل الكلام عن عبادة الله والتقرب إليه وتعظيم الله في سورة الحج. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال؟ لما جاء بعدها بصفحتين قال بعد ذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولما ذكر الله تعالى نحر الهدي قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني لن يصل إلى الله اللحم والدم اللي أنت نحرت الهدي لأجله. طيب إذن إيش اللي يصل إليك يا ربي؟ قال: ولكن يناله التقوى منكم. الله يريد القلب. ولذلك يا أحبابي أنت إذا رجعت من الحج وتغير جسدك ولم يتغير قلبك ما حجت. عمر رضي الله عنه وقف مع ابنه عبد الله في الحرم وجعل ينظران إلى الحجاج وإذا هم كثير، فأعجب عبد الله بن عمر بكثرة الحجاج، فقال عبد الله بن عمر لأبيه عمر قال: يا أبتي ما أكثر الحاج؟ فقال أبوه عمر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر. شوف جواب عمر، جواب غير عادي. ولده يقول له: يا أبي ما أكثر الحاج؟ فقال له أبوه: يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. الركب كثير لكن من يا ولدي اللي يصدق عليه أن حج؟ اللي يصدق عليه أن حج هو اللي يتغير بعد الحج. اللي نأتي ونسأل جماعة مسجد نقول لها: بشروا فلان تغير بعد الحج؟ قالوا: والله تغير. قلنا: كيف؟ قالوا: يا أخي من أول والله ما بحريص على صلاة الفجر، ولا الحين ما شاء الله ما عاد يغيب على صلاة الفجر. نقول: بيض الله وجهك، أنت تغيرت بعد الحج، إن شاء الله حجك مبروك. نسأل زوجته وعياله: بشروا تغير فلان بعد الحج؟ قالوا: والله تغير. قلنا: كيف تغير؟ قالوا: والله يا أخي سبحان الله من أول أبوي عنيف في التعامل، ولا هو بيمزح ولا يضحك معنا وشديد علينا ولا يعطينا وجه، الآن من يوم رجع أبوي صاير اللطيف، وإذا قلنا نكتة حتى لو عادي يقوم يضحك ويمزح. تغير أبوي بعد الحج، أخلاقه تغيرت. نقول: إذا أنت حجك مبروك.
نسأل البقالة نقول فلان تغير بعد الحج، قال لي والله تغير من أول، يأخذ ويقول بحاسبك بعدين ويأكل فلوسي، الحين جاء وسددني وصار أمين، نقول فلان تغير بعد الحج. نسأل زملاه، اي والله فلان تغير بعد الحج. هذا يا جماعة اللي حجه مبرور. لكن اللي تجي وتسأل زوجته وعياله ولا جماعة مسجد تقول لهم بشر وعسى فلان تغير بعد الحج، قالوا اي والله تغير. قلنا كيف تغير؟ قال والله رجع مسمر شوي ومزكوم، هذا اللي تغير فيه. قلنا وشلون اخلاقه ما تغيرت؟ قال والله اللي راح واللي جاء. زملاه زميلكم ما تغير؟ قال والله بسيجارته من يوم راح وسيجارته وهو جاي. يا جماعة مسجد قال والله فلان اللي راح. اجي وش الفائدة من حجك؟ يا اخواني نحن في عرفة ما في واحد منا الا دعا الله بالمغفرة. طيب السؤال، هل انت عندك استعداد انك تعمل باسباب المغفرة؟ يعني ترجو النجاة ولم تسلك مساركها إن السفينة لا تجري على اليبس. يا أحبابي اللي يبغى المغفرة لازم يعمل بأسباب المغفرة، أسباب يعني طرق ووسائل تؤدي للمغفرة. بعض الناس مثل اللي تلقاه رافع يدينه يقول مثلا يا ربي ارزقني ذرية الصالح، يا ربي عطني عيال، وتمضي سنة وسنتان وثلاث، ويصل عمره 25 وهو يدعي، ويصل عمره 30 وهو يدعي، و35 وهو يا ربي ارزقني، أبغى عيال أبغى عيال. بعدين نقول يقول لك يا اخي انا من 15 سنه ادعي الله يعطيني عيال ولا اعطاني عيال. نقول طيب انت عرست؟ قال لا ما بعد عرست. طيب وشلون يجيك عيال وانت ما عرست؟ ينبتوا من الارض يعني. اعمل باسباب الذريه، اعمل بالاسباب بالوسائل حتى الله يستجيب لك. ولذلك اللي يدعو بالمغفره لابد يا احبابي ان يعمل باسبابها. زكريا عليه السلام دعا وقال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يوم استجاب الله له جاءت الملائكة تبشره بالاستجابة، أين وجدته الملائكة؟ قال الله فنادته الملائكة وهو وين يا جماعة؟ قائم يصلي في المحراب. الملائكة يوم انزلت لقيته يصلي. أوه إذا هذا طلب الطلب وبيض الوجه، قام يتابع ويصلي. يا ربي أنا دعيتك أمس، يا ربي دعيتك هذا دعائي، يا ربي لا تنسني، يا ربي اجعلني مستجاب الدعوة. نحن يا أحبابي اللي يريد فعلا المغفرة والرحمة هذه لها وسائل ولها أسباب لابد أنك تعملها. إن كان صحبتك لا تدلك على الخير غيرهم، إن كان عندك حقوق للناس غيرهم وأعد إليهم حقوقهم في صلاتك في عبادتك، حتى فعلا يا جماعة يعني يصدق عليك فعلا انك تغيرت بعد الحج، انك فعلا انتقلت من شيء لشيء اخر. نذكر قبل يمكن سنتين تقريبا صار لي محاضرة في المخيم تبع القوات المسلحة ومسجد كبير والقيت فيه المحاضرة، ويوم طلعت وجون الناس يسألون، من بينهم واحد كذا وده يجي يزاحم وزي اللي خجلان، وطبعا كلهم لابسين ثيابهم لان كانت في يوم العيد او اليوم اللي بعده. المهم مديت يدي وسلمت عليه وجريته قلت تفضل وش سؤالك؟ قال انا نبغى نرمي الجمرات. سال سؤال عادي، شممت منه رائحه الدخان. قلت له وانا ماسكه كذا وزحمه، قلت له تدخن؟ قال ايه. قلت اسال الله يقبل حجك ويغفر ذنبك، انت تركت التدخين. طبعا ما امداه يجاوب لان الناس ازحموه وراحوا. بعدها يمكن بثمانية شهور صار لي محاضرة في تبوك، ومريت في الصباح الفجر كتايب الجيش، تعرفهم يصير عندهم من بعد الفجر حصة صباحية، فأحيانا إذا صار فيها حد جاي يلقي عندهم محاضرة في الحصة الصباحية يجمعونهم في الميدان. جيت إلا واحد ملتحي كذا ينتظرني ويرحب من لازم أول ويستقبلني وركب معنا في السيارة وكيف الحال وعساك طيب. أنا أنظر لي إلى اسمه ولا تذكرته بصراحة. قال ما تذكرتني؟ قلت لا. قال ما تعرفني؟ قلت والله آسف والله ما عرفتك. قال تذكر الحاج اللي قلت له حج الماضي الله يقبل حجك وكذا انت تركت التدخين؟ قلت نعم. قال أنا هو. والله العظيم يا شيخ إني من لحظتها ما حطيت السيجارة في فمي، وأنا صار لي أدخن 5 ولا 6 سنين من يومني في أولى ثانوي. يقول والله ما حطيت السيجارة في فمي، ولما تركت التدخين سبحان الله بديت اتعرف على صحبه جديده، وبديت اصحابي ذولاك اكش منهم لكل واحد بزقارته ويشوقوني للدخان. يقول وابشرك اني الان مسكت صرت ضابط الشؤون الدينيه. وقلت والله هذا مثال
للي فعلا تتغير حياته بعد الحج. إخواني إذا كان الحج والله العظيم لو أثر الحج في الأمة، لو الطبيب اللي يجي يتأثر بالحج ويرجع ويصير داعية في مستشفى، والمهندس اللي يجي ويرجع، وأستاذ الجامعة اللي يجي يرجع ويصير داعية في جامعته، والمدرس اللي يجي صار داعية في مدرسته، واللي يشتغل في بنك جاء وحج ثم تغير وصار داعية في بنكه، ولا هذا معلم في مدرسته، ولا هذا موظف، ولا هذا سيكوريتي، ولا هذا في أي مكان، لو الحج فعلا إذا دعينا وقلنا يا رب اجعل حالنا خير من حالنا قبله، يا رب تقبل منا، يا رب اغفر لنا، اللي يقرر أنه فعلا يتغير بعد الحج هذا يا جماعة هو اللي بإذن الله يكون حجه مبرور، اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة.